هذا ظاهر يا عيال. سير روح جيب مويه بسرعه بسرعه. من وين اجيب مويه؟ من الاستراحه، استراحه قريبه بسرعه. ضربني فيكم صح؟ ما حضربك، احنا قاعدين نلفلف وراك انت وعلي لين لقيناك منسدح هنا. ليش ضربتوني؟ في ضربه في راسي يا عيال. ضربه؟ سويتوها؟ انا ما سويت شيء. قاعدين ندورك حنا، وشو نضربك؟ صاحي انت؟ ريح خليه يرتاح شوي. لا لا لا، تعبان الولد. علي وين راح؟ وين راح علي؟ الحين علي قواك وهو مسوي عمليه، يقول انا خلوني عليه حالي ويفلت منك. انتم غدرتوا بيني، ضربتوني. ايش قاعد يقول؟ وين مسدسك؟ من اللي ضربني فيكم؟ انا ما ضربتك. الضربه جتني من ورا. مين ضربني فيكم؟ اجل مين ضربني؟ ظافر، احنا جالسين ندورك انت وعلي، شلون نضربك؟ ايش قاعد تقول انت؟ اللي ضربني مين؟ الحين قاعدين نلف وراكم بالحاره كلها، ولا حق انت وعلي ونلقاك مسدح هنا. كيف الضربه جت من ورا راسي؟ كيف علي ضربني؟ يا سهيل خلنا من الكلام هذا بسرعه. خلص جيب السياره بسرعه، خلنا ننقلها بسرعه خلنا نشيله. ساعدني يا منصور، ساعدني. لا من هناك الله يهديك.